كانت هناك التصريحات البراقة التي لم تتحول إلى الأفعال فقط إلى أقوال. والغرب آنذاك اتبع هذا النهج لعدم الإرجاع إلى تلك المواقع الأصلية في العالم وفي أوروبا، لأنه آن الأوان لزوال التاريخ، ولذلك آن الأوان لتكون القواعد الأخرى في أوروبا. وكل هذه التصريحات البراقة كانت تسمع. وطبعا هناك الأفكار الأخرى التي خرجت في عام 1990، حيث وزير الخارجية الأمريكي جيم بيكر حذر الرئيس الأمريكي آنذاك من الخطر المنبثق أو الخطر الواقعي يمكن أن يحدث من مجلس أوروبا. وأنا أفهم السيد جيم بيكر، عندما انتهت الحرب الباردة بعض المحللين السياسيين المخضرمين اقترحوا التخلي عن معاهدة وارسو وعن نيتو وبذل المجهودات الهادفة ليجعل منظمة أمن الجماعي في أوروبا قاعدة مشتركة على أساس من التكافؤ والمساواة والمصالح المتبادلة، ولم يحدث هذا. وبطبيعة الحال الغرب في الواقع حاول الحفاظ على هيمنته، وقد اعتبر لاحقا ومستقبلا إمكانية لتحقيق كل هذه الأمور الخاصة بالخطوط الفاصلة وخطرا بالنسبة لمصالحه والخطر بالنسبة لهيمنته في مختلف الشؤون الدولية وبخاصة في أوروبا. ولذلك هذه الإغراءات الأساسية الأمريكية والأوروبية، كل هذا يدل على نهج نيتو للتوسع شرقا.